دريس مالك؟ مالك يا دريس؟ رمضان هذا والجوع. يا الجوع صافي. نصيحة من وزارة الصحة، ترى مدينة فوق ساش كتبدا ورا العصر، يعني اللي عندك شي تقضية تقضاها قبل العصر، فهمتيني؟ لأنه ورا العصر عاد كيفيقو صحاب الترمدينة. أنا كنقول بهم أنا فوق الترمدينة كنطلع في حالتي للجبل بوحدي غير مع الشجر والطبيعة، فهمتيني؟ ما إلا كنتي كتبيع وتشري والسوق وسط المسائل ومفروضة عليك، هاديك مفروضة عليك خصك تشوف هاد الفيديو هذا أخي. واحد الميساج للعجاوة اللي تيتعرضو للتفرشيخ بحالي، هانتوما شوفوا، هاكا عندكم واحد الأصفات تعودو تستعملوهم، كتقبضو الراس مطحون وضانو مسدوس، تدخلتهم وبدا تعملهم قبل النعاس، تستعمل داك الوصفة، وكاين واحد الأصفة أخرى عاوتاني، تتقبضو تتحكوها في الحكاكة، وزوج بيضات بلديين، وزوج فرماجات، والحامض، وتتولي بخير الحمد لله، وما كاين غير تفرشيخ عاوتاني، حتى نموت. هذا هو جهدي عليكم، فهمتيني؟ لا تفرش خصيها عليك بالروز و وضعف، فهمتيني؟ وريق المسائل و ودي باني، وما كاين غير هي وتفرشخ كيما قال صاحبنا حتى للموت. وهذا ما كان، هذا هو جهدي عليكم اخو دريس. مالك؟ مالك يا دريس؟ رمضان هذا والجوع. يا الجوع صافي. لا صافي شي منين دريس ام رمضان. دابا الدريس هذا اللي ما كيعرفوش راه فيه التوحد مسكين، وراه البليه ديالو كينصح الشباب اللي مبلي بالحشيش وقالوا انه يستعمل التوفيق، هذا راه مبلي بالتوفيق واللوز ام رمضان. واش غادي يقول لي مبليني؟ شي يقول اخي شي يقول؟ اللي ما كاين لا ترمدي لا حتى شي حاجه، تكون الانسان عايش طبيعي. وكاين بحال اللي ما كاين لا ترمدي لا حتى شي حاجه، تكون الانسان عايش طبيعي. وكاين بحالنا حنايا الشباب اللي تنكونوا مبليين شي شويه. كيما زهر ياك الجاج خضر. واش خصكم تكونوا كي هاد الشباب؟ قال لك حنا مبليين وما مرمناش السيده قاصوب كروسه صافي شعلات. اصاحبي زعما راه الكائن المغربي هو الواحد اللي ما تقدرش تفهمو، فهمتيني؟ حتى هي ما تفهم راه ما تفهم والو. انا جاي انا وتسيد في الطريق، قلت لي يقول لي اسمح لي تقاود معايا، هو يقول لي ماني ناك حد حاويك هكا. لا لا مش لا خوتي رمضان 2023 فهمتيني، دابا دور الشيافر هادو بيناتهم اش غادي نقول لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شي واحد يكون عايق هنا ولا يكون باسل يبان عندي كذا. يا مسكين 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 يا مسكين. شتي دابا هاد خونا هذا لانسي راه كاس راه يبغى يدير فيديو صافي يبغى يعيق عليهم في الحومة مشا. ولكن باش تعرف واحد القضية عندك مشي تمثلو بحال هاد خونا. هاد خونا هذا راه صور الفيديو قبل العصر كيما قلتلكم، زار ما فاقو صحاب الترمدين لا يا اقل المرمدين غادي يفيقو صحاب الجوانات صحاب القطعة الغري غادي يفيقو معاها قبل العصر. هاد راه مصور هاد الفيديو مع 12 مع شاف الحومة خاوية وبغا يتقنضر عليهم. والمهم اخوتي كان هذا هو الفيديو، تشوفوا فيديو جديد عليكم بالطبيعه والجرو سبورت هنا ليا مع راسك كاع ما كاين لا ترمدينا لهم يحزنوا متقدا بكري. السلام عليكم.